بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الفصل الأول في مقدمة لإدارة الموارد البشرية. يبقى بكده عرفنا إن الدور الاستراتيجي والدور العملي لإدارة الموارد البشرية، يعني الأنشطة البشرية كانت ممكن تنفذ على مستوى عملي وعلى مستوى استراتيجي، لكن كان لإدارة الأفراد دور أساسي على المستوى العملي، لكن كان بالنسبة للدور الاستراتيجي كان هي ما كانش ليها دور أساسي فيه، كان دورها أو تأثيرها ضعيف جدا على هذا المستوى. وده اللي بيمثل الفارق الكبير ما بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد. يبقى إدارة الأفراد كان ليها دور أساسي على المستوى العملي، لكن إدارة الموارد البشرية هي اللي بيبقى ليها الدور الأساسي على المستوى الاستراتيجي. وعشان كده قدرنا نقول إن في بداية الثمانينات بدأ يظهر مصطلح إدارة الموارد البشرية كتطور طبيعي لإدارة الأفراد. طب يبقى لما نيجي نقول ليه ظهر مصطلح إدارة الموارد البشرية كتطور لإدارة الأفراد، إيه هي الأسباب؟ أول حاجة ضعف الدور الاستراتيجي لإدارة الأفراد زي ما قلنا. تاني حاجة، في بداية الثمانينيات بدأ إن عدد من الممارسات الإدارية اليابانية زي التفوق والتحسين المستمر ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات أدت إلى مساهمة العاملين في نجاح المنظمة، وفي نفس الوقت ده قاموا بعديد من الدراسات حول الممارسات الإدارية اليابانية اللي أكدت إن إدارة الموارد البشرية هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح التنظيمي. نمرة ثلاثة، كانت مهمة إدارة الموارد البشرية إنها تبلغ الحد الأقصى في استخدام الموارد البشرية من خلال استخدام النظريات في مجال السلوك التنظيمي. طب إيه هو السلوك التنظيمي؟ قالك السلوك التنظيمي هو علم دراسة سلوك الأفراد والجماعات داخل المنظمات. فكانت العلاقة كبيرة جدا ما بين إدارة الموارد البشرية وما بين السلوك التنظيمي. فكثير من النظريات في مجال السلوك التنظيمي دعمت العديد من الأساليب المستخدمة في إدارة الموارد البشرية، وده كان من أسباب اللي خلت إدارة الموارد البشرية تظهر كمصطلح. نمرة أربعة، أثبتت الدراسات الحديثة أن استخدام الموارد البشرية المتميزة وتحفيزها وتدريبها وتطويرها بما يحقق أقصى استفادة من قدرتها الخلاقة ده بيشكل 70% من عوامل نجاح المنظمة. يعني إن أنا أجيب موارد بشرية وأحفزها وأدربها كويس ده هيحقق لي 70% النجاح المنظمة. طب 30% من عوامل النجاح التنظيمي الأخرى ده كان بيرجع لإيه؟ لعوامل تنظيمية أخرى سواء مالية أو إدارية أو فنية. ومن هنا ظهر مصطلح إدارة الموارد البشرية كمفهوم جديد. طب يبقى أقدر أقول إن إدارة الموارد البشرية، أو أقدر أعرف إدارة الموارد البشرية بإنها إيه؟ إنها مجموعة الممارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف الأنشطة المتعلقة بالنواحي البشرية التي تحتاج إليها الإدارة لممارسة وظائفها على أكمل وجه. طيب، يبقى إحنا عرفنا دلوقتي تعريف إدارة الموارد البشرية. طب إيه هي وظائفها؟ حددت جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية 6 وظائف لإدارة الموارد البشرية.
أول وظيفة ليها اللي هي وظيفة تخطيط الموارد البشرية والتعيين والاختيار. إيه هي بقى وظيفة تخطيط الموارد البشرية والتعيين والاختيار؟ أول حاجة عشان أخطط الموارد البشرية، عشان أعين الأفراد داخل المنظمة، مش لازم الأول أشوف الوظائف بتاعتي محتاجة شروط شغلها إيه هي؟ إيه هي مهام وشروط شغل كل وظيفة؟ ده اللي بسميه تحليل الوظائف. يبقى لازم أقوم بتحليل الوظائف عشان أحدد كل وظيفة محتاجة شروط أو خصائص أو صفات معينة للي يشتغلها. نمرة 2، أتنبأ بالموارد البشرية اللي بتحتاج إليها المنظمة كعدد. يبقى أنا تنبأت الأول أو حللت الوظائف عشان أحدد خصائص كل وظيفة. نمرة 2، تنبأت بعدد الموارد البشرية اللي بتحتاج إليها المنظمة. نمرة 3، بطور وبنفذ خطة لتحقيق هذه الاحتياجات. بعد كده بقى باجي أختار وأعين الموارد البشرية اللي محتاجاهم المنظمة اللي أنا تنبأت بيهم. الوظيفة الثانية من وظائف إدارة الموارد البشرية اللي هي تطوير الموارد البشرية. أول حاجة في تطوير الموارد البشرية أصمم وأنفذ برامج عشان أطور الإدارة وأطور المنظمة ككل. نمرة 2، أبني الفرق الفعالة داخل الهيكل التنظيمي. إحنا عارفين إن في أفراد ما بيحبوش يشتغلوا إلا من خلال مجموعة اللي هي بسميهم فرق العمل، وفي أفراد تانية عكس الحال ما بيحبوش إلا إنهم يشتغلوا كل واحد على حدة. لا، أنا عشان أطور الموارد البشرية لازم أبني الفرق الفعالة اللي هي تستطيع العمل داخل جماعة داخل الهيكل التنظيمي. نمرة 3، أوجه وأدرب العاملين. 4، تصميم أنظمة تقييم الأداء الفردي. 5، أساعد العاملين عشان يطوروا خطط المسار الوظيفي بتاعهم. تالت وظيفة عندنا من وظائف إدارة الموارد البشرية اللي هي المكافآت والمزايا. أول حاجة أصمم هيكل الأجور لكل الوظائف بالمنظمة. نمرة 2، أصمم أنظمة المكافآت والمزايا لكل العاملين. بعد كده أتأكد إن المكافآت والمزايا اللي أنا بحددتها للعاملين عادلة وثابتة. الوظيفة الرابعة لإدارة الموارد البشرية هي الأمن والصحة، وتتعلق بتصميم وتنفيذ البرامج للتحقق من أمن وصحة العاملين. نمرة 2، أساعد العاملين اللي عندهم مشكلات شخصية بتأثر على أدائهم في العمل. 5، علاقات العمل. ومن خلال علاقات العمل دي أنا بخدم كوسيط بين المنظمة وبين النقابات، وبصمم أنظمة التأديب وأنظمة التظلمات والشكاوى. وآخر وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية هي بحوث الموارد البشرية. بقوم فيها بعمل أساس معلومات الموارد البشرية، يعني كأني بيبقى عندي قاعدة معلومات للموارد البشرية اللي بتشتغل عندي في المنظمة ككل، من أول ما تدخل المنظمة لغاية ما تخرج منها. نمرة 2، بصمم وبنفذ أنظمة الاتصالات مع العاملين، سواء اتصال صاعد أو هابط أو أفقي. نمرة 3، بجري بحوث الاتجاهات كبحوث الرضا الوظيفي، يعني بشوف اتجاه العاملين أو درجة رضاهم الوظيفي عن العمل. ثالثا، نظرة فلسفية لإدارة الموارد البشرية.
في وجهتين نظر قالوا لك إزاي ندير البشر، هل نديرهم بقسوة أو نديرهم بليونة. أول حاجة إدارة الموارد البشرية بقسوة، نمرة 2 إدارة الموارد البشرية بليونة. وتعالوا نشوف أول وجهة نظر اللي هي إدارة الموارد البشرية بقسوة. بتقول إيه؟ بتقول لك بدل إحنا عايزين ندير الموارد البشرية بقسوة، يعني إن إحنا بنعتبر الأفراد مورد بتمتلكه المنظمة كأي مورد بتمتلكه، وبالتالي هيكون هدفنا إن إحنا نعظم الاستفادة من هذا المورد ونخفض تكلفته إلى أدنى حد. فعشان كده بقى بتدعو إلى ممارسات معينة للموارد البشرية. إيه هي الممارسات دي؟ قال لك نستخدم سياسات تخطيط الموارد البشرية وتحليل وتصميم الوظائف. فاكرين احنا لما جينا نقول وظائف إدارة الموارد البشرية قلنا تخطيط الموارد البشرية وتحليل وتصميم الوظائف، يعني ايه؟ يعني انا بحدد عدد العاملين اللي انا محتاجاهم عشان يأدوا لي وظيفة معينة، وبحلل الوظيفة عشان اشوف شروط شغلها. طيب أنا ليه بتدعو وجهة النظر هذه اللي هي إدارة الموارد البشرية بقسوة، بتدعو ليه إلى استخدام سياسات تخطيط الموارد البشرية وتحليل وتصميم الوظائف؟ قالت لك عشان يتمكن أقل عدد من الأفراد من إنتاج القدر المطلوب من السلع والخدمات. عشان كده يبقى أنا خفضت تكلفة العاملين إلى أدنى حد ممكن. من الممارسات اللي بتدعو إليها وجهة النظر هذه اللي هي إن أنا أعتمد أكتر على الدوام الجزئي لانخفاض تكلفته مقارنة بالدوام الكلي، وأطبق سياسة الالتزام أو التعهيد، يعني أسند العمل من الباطن إلى منظمات أخرى. ده هيمنحني مرونة، والله لو زاد عندي الطلب على منتجاتي، يعني زادت إنتاجي، أنا مش هزود عدد العاملين، لأ أنا هودي كمية الإنتاج الزيادة اللي أنا محتاجاها هوديها أو أسندها إلى منظمة أخرى تنتجها لي، وهكذا. يبقى بتمنحني مرونة في زيادة أو تخفيض عدد العاملين كلما دعت. يبقى دي وجهة النظر الأولانية في إدارة الموارد البشرية اللي هي إدارة الموارد البشرية بقسوة. إدارة الموارد البشرية بليونة، وجهة النظر دي بتقول إيه؟ لو المنظمة استخدمت الحد الأقصى لمهارات العاملين وعززت انتمائهم التنظيمي وابتكاراتهم، يعني استفادت منهم واستفادت من مهاراتهم، ده هيدعم الميزة التنافسية للمنظمة. وعشان هي بتدعو لإدارة الموارد البشرية بليونة، فهي برضو وجهة النظر هذه بتدعو إلى استخدام مناهج التحفيز وتعزيز السلوكيات الإيجابية زي إدارة المكافآت والتدريب والتطوير وتطوير المسار المهني. يبقى دي احنا عرفنا وجهتي النظر لإدارة الموارد البشرية بقسوة وبليونة. تعالوا نشوف رابع حاجة أدوار إدارة الموارد البشرية. وقسمنا أدوار إدارة الموارد البشرية إلى 3 أدوار: دور تنفيذي، دور تنسيقي، دور تنمية وتكوين الكفاءات. أول دور اللي هو الدور التنفيذي. يعني إيه دور تنفيذي؟ الدور التنفيذي هو مش مدير الموارد البشرية ده بيمارس سلطة تنفيذية على العاملين بإدارة الموارد البشرية؟ أكيد، يبقى هو بيمارس دور تنفيذي على العاملين بقسمه أو بإدارته، وفي نفس الوقت برضه هو بيمارس نوع من السلطة الضمنية
ليه بقى؟ لأنه مدير إدارة الموارد البشرية بيتصل بالإدارة العليا مباشرة فيما يخص العاملين كلهم في المنظمة، وبالتالي هو بيمارس سلطة ضمنية عليهم. وعشان كده المديرين التنفيذيين بيعتبروا إن القرارات أو الأوامر أو الاقتراحات اللي بيقترحها مدير الموارد البشرية بيعتبروها أوامر عليا لأنها مدعمة من قبل الإدارة العليا. نمرة 2، أو الدور الثاني لإدارة الموارد البشرية، اللي هو الدور التنسيقي. الدور التنسيقي ده مديرين الموارد البشرية بيعملوا كمنسقين للأنشطة البشرية. وعادة إن إحنا بنقول على الدور التنسيقي ده دور رقابي، لأن من خلاله مدير الموارد البشرية بيوفر المعلومات اللازمة للإدارة العليا عشان الإدارة العليا تتأكد إن أهداف الموارد البشرية بتنفذ على أكمل وجه. آخر دور من أدوار إدارة الموارد البشرية اللي هو دور تنمية وتكوين الكفاءات. تنمية وتكوين الكفاءات ده بيتضمن تقديم النصح والمشورة للمديرين التنفيذيين فيما يتعلق بأنشطة التعيين والتدريب وتقييم الأداء ومنح الأجور وإدارة بعض المزايا والخدمات. وبرضه كمان إدارة الموارد البشرية بتقدم النصح والمشورة للمديرين التنفيذيين في تعاملهم مع مشكلات العاملين وشكواهم وتنمية علاقات عمل جيدة داخل المنظمة.